عليكم دلوقتي، شوف ازاي ناخد صورة من قلب الريفت ونوديها لبرنامج الفوتوشوب. أول حاجة نعملها إن احنا نظبط الصورة بتاعتنا، يعني هاجي هنا وأقول له أنا عايز مثلا شيدد، وأبدأ أدخل هنا في الإعدادات بتاعتي، مثلا عايز أخلي فيه شادو خفيف، عايز ألغي الشادو زي ما أنت عايز. ممكن تقول له أنا عايز مثلا الإيدز تظهر أو متظهرش زي ما أنت عايز. الديس بتاع الرؤية هيبقى قد إيه، السكتش دوت تمام. بحيث إن أنت ممكن تخليها كأنك أنت رسمها بخط إيد. بعد كده ممكن بعد كده تقول له أنا عايز أسيف ده كصورة، ممكن تقول له أسيف صورة في المكان بتاعها، يعني تيجي هنا تقول له سيف تو أ بروجكت أس إيمج، فهو هيسيف لي صورة. وتظبط بقى الإعدادات، الويندو اللي أنت عايزها، الفيت كام بيكسل، الزوم، هو هيبدأ يعمل لي الصورة هنا. طيب ممكن أسيف الصورة اللي أنا شغال عليها، أقول له فايل وأقول له أنا عايز أعمل سبورت، وأنزل هنا وأقول له إيمج وأقول له سبورت إيمج، وأبدأ أختار المكان اللي هسيف فيه الصورة. وليكن مثلا هسيف على الديسكتوب، سيف، واختار الصورة اللي انا عايزها اللي بتاعها تمام. اي بتاعت عايز مثلا بي ام جي، بي ام جي، واقول له اوكي، فيبدأ يصدر لي الصورة ديت، اقدر امسحها على الفوتوشوب. بعد كده هاجي هنا على الديسكتوب بلاقي الصورة ظهرت عندي، فاروح فاتح الفوتوشوب واقول له فايل اوبن، وابدا افتح الصوره ديت من على الديسكتوب، تظهر عندي بالشكل دوت، فاقدر بقى اتعامل معاها، اقدر احط لها الخلفيه اللي انا عايزها، اقدر اغير في الصوره نفسها. على سبيل المثال اختار التحديد ديت، وابدا اقول له انا عايز اختار كل اللون الابيض دوت، وممكن بعد كده تقول له انا عايز ادي تدرج لوني، مثلا اي تدرج لوني انت حابب تمام. مثلا الشكل دوت،